بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء الذين يكفرون هم نعم هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الشيخ استطيع ان اطرح عليك بعض اسئلة لنبدأ مثلا بالترتيب؟ شوف بارك الله فيك. نعم. والكافر من كفره الله ورسوله. نعم. وللتكفير شروط. نعم. منها العلم. نعم. ومنها الإرادة. ان نعلم بان هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه. واراد ان يخالف ولم يكن متأولا. يجب أن يسجد الإنسان أنه يجب أن يسجد الإنسان شرك. نعم. وسجد غير متأول. المهم هذا له شروط. نعم. ولا يجوز التسرع في التكفير. نعم. فما لا يجوز التسرع في قولك هذا حلال هذا حرام. نعم. أمين. شيخ وأيضا يسمعون أسرقة سلمان فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع أن نسمع الشيخ سفر سلمان العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها. نعم. وهم بعض أشرطتهم عليها مؤاخذات. نعم. بعض أشرطتهم ما يمكن لها ولا أقدر أن يمكن لها بين هذا وهذا. إذا الشيخ تنصحنا قاعد نسمع أشرطتهم؟ لا، أنصحك أن تسمع أشرطة الشيخ بن باز. نعم. أشرطة الشيخ الألباني. نعم. أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثورة الفكرية. شيخ وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أسرة سلمان وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول الشيخ؟ أنا هذا خلاف عقدي. نعم. لأن من الفروع للسنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب. هم الشيخ علما أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا، ولكن إلا الحكام يقولون ويأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام فقط. هذا الآية فيها آثر عن الحداد. نعم. أن الملاذ الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما في قول رسول صلى الله عليه وسلم سداد المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وفي رأي بعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك. نعم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا لم يهادوا والربانيون والأشعار المتخذين من كتاب الله وكان عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. نعم. ولا تحسبوا بأجل ثمنا قليلا ونرد الله كن بما أنزل الله منكم بأهل التوراة فأولئك المكافرون. نعم.